ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في البحث العلمي مخلانا شوية متفائلين يعني، وبنقول لا حصل فيه تغيير غير الكلام وغير الدعم اللي هو على صفحات الجرايد وكده يعني. الأول لو جينا نبتدي بتمويل البحث العلمي، أنا أول ما التحقت بإدارة البحث العلمي كان 2009، وكنت أيامها نائب رئيس الأكاديمية. كانت موازنة أكاديمية البحث العلمي المخصصة للصرف على المشروعات ودعم الابتكار والمبتكرين وخلافه 16 مليون جنيه في السنة. أيوة 2009. إحنا السنة دي بنتكلم على ما يقرب من 250 مليون، فبنتكلم عن كم بقى ضعف، أكتر من ما يقرب من 15 ضعف، 15 16 ضعف، ما يقرب من 20 ضعف. فإذا الدعم المادي تضاعف، دي بالنسبة لمؤسسة أنا مسؤول عنها، تمام. فعارف الأرقام ماشية إزاي مع الوضع إن هو 16 ضعف رائع، لكن بالطبع لا يكفي، لا زال، بس نقدر نقول أن هناك طبعا، ودي أرقام حقيقية، وأي حد من من يعني صفحة وزارة التخطيط يعني يقدر، حضرتك مسؤول عن الأكاديمية وعارف بيجي لها كام بالظبط. إذا مبدئيا هناك إرادة حقيقية لدعم البحث العلمي، يمكن دعم على استحياء مادي ولكنه عشرات أضعاف اللي كان موجود قبل كده، دي رقم واحد. مش هتكلم عن الدخل وإلى آخره، اللي هو برضه تحسن بصورة كبيرة لأعضاء هيئة التدريس، ومحدش يعني يقدر ينكر كده يعني، لا زال دون الطموحات وإلى آخره، لكنه أيضا نقدر نقول إنه تضاعف. هو بس أنا